هذا مطلوب منا نحن جميعا يا إخوان، باستمرار أنت تستحضر نعمة الله تعالى عليك، لأنك باستحضار نعمة الله تعالى عليك تستحي منه، باستحضار نعم الله تعالى عليك تمتنع عن الاجتراء على محارمه، باستحضار نعم الله تعالى عليك تدفع دفعا نحو أن تؤدي فرائضه. يعني لو أنه طبيب قلبية ساوى لوالدك عملية قلب مفتوح ونجحت العملية 100%، وبآخر العملية هو كان قايلكم أنه أنا هذه العملية بتكلف 800,000 ورقة سوري، بآخر العملية قالكم حنحسم 100,000 ليرة سوري، ستبقى طيلة عمرك ذاكرا لإحسان هذا الطبيب ولباقة هذا الطبيب وخبرة هذا الطبيب وحسن تعامل هذا الطبيب. هو ما ساوى شيء، هي عملية كان هناك شريان مغلق ففتح، فتحه بخبرته الطبية، أو هناك دسام فيه تعب فأعاد له حيويته من جديد أو استبدله بغيره. فكيف بمن أعطاك القلب؟ المتوقع أنت إذا استذكرت نعم الله عز وجل عليك في قلبك، إذا استذكرت نعم الله تعالى عليك في دماغك، إذا استذكرت نعم الله عز وجل عليك في عينيك، إذا استذكرت نعم الله عز وجل عليك في نجابة أولادك. واحد من الإخوة لا ينجب أطفالا، احتاج لطفل أنابيب بعد أن يعني دار عند الأطباء هو وزوجته، ما خلى طبيب يستطيع أن يصل إليه ضمن إمكانه إلا مر عليه، أشاروا عليه بطفل الأنابيب. طبعا يا شباب عملية طفل الأنابيب يا أيها الأخوات يجريها الإنسان ربما نجحت وربما لم تنجح، بيدفع كل المال، بدك تدفع كل المبلغ 600,000 ورقة سوري 400,000 ورقة سوري، ويا بتنجح يا ما بتنجح، وإذا ما نجحت فساوى عملية طفل أنابيب ما نجح، لكنه متعلق بالأولاد، زوجته متعلقة بالأولاد، رد بعد سنتين ثلاثة بالكاد جمع شيئا من المال، رد مرة ثانية طفل أنابيب ما نجحت. يا رجل أنت عندك أولاد اذكروا نعمة الله تعالى عليكم، يا رجل أنت مسلم اذكر نعمة الله تعالى عليك، يا رجل أنت جالس في بيتك اذكر نعمة الله تعالى عليك، يا رجل أنت تأكل من رزق حلال اذكر نعمة الله تعالى عليك، يا رجل أنت تشرب هذا الماء الزلال، أنت بتفتح الحنفية بالبيت تشرب كاسة مي لا يوجد مثله هذه في العالم، اذكر نعمة الله تعالى عليك. ذكر الله نعم الله تعالى عليك يجعلك تتأدب مع حضرته جل جلاله. أوحى الله تعالى إلى سيدنا داود أن يا داود أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال سيدنا داود يا رب إني أحبك، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ أنا يا رب شو بدي أحببك للعباد؟ قال يا داود ذكرهم بآلائي ونعمائي، ذكرهم بالنعم تبعي يا داود، خليني يتذكروا من الذي أعطاهم، من الذي أكرمهم، من الذي جعلك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي جعلك تدخل إلى بيت من بيوته، من الذي جعلك تقرأ القرآن الكريم، من الذي جعلك تتأدب بأداب القرآن الكريم، من الذي جعلك تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي جعلك في راحة وعافية. والله مرة قلت لكم يا أخوان احتجت أن أخذ قريبا لي إلى المشفى، شيء عجيب، الساعة 6 الصبح ذهبنا إلى المشفى نعتذر، كل الأسرة مليئة، إدارة المشفى تقول كل الأسرة مليئة، ما في ولا سرير، الرجل في إسعاف ما في ولا سرير، الحقوب مشفى تاني. دخلت مرة إلى مشفى المواساة، بالله ادخلوا بالله اذهبوا يا أخوان إلى مشفى المواساة، اذهبوا إلى مشفى المجتهد، مدينة مدينة داخل المشفى، شوف إذا مررت بالليل كل هالغرف مضاءة الحجرات، كل في أسرة، في ناس يتزاحمون، في ناس ينتظرون حتى يخرج إنسان فيدخل إنسان آخر. مر عند مشفى الأطفال شوف الآباء والأمات اللي قاعدين مقرفصين على باب المشفى مساء جايبين أولادهم من أطراف هذه المدينة من أجل أن يطعم. طيب أنت كنت مبارح نايم على سريرك، نايم في بيتك، بس أنا بريد أسألك أنت قبل ما تنام شو كنت عم تعمل؟ أنت قبل ما تنام كم ركعة صليت؟ كم ذكر لله تعالى ذكرت؟ كم آية من آيات الله تعالى قرأت؟ ما العمل الخير قبل أن تنام بيته أن تفعله غدا صباحا إذا أصبحت؟ أين صليت الصبح؟ في أي ساعة صليت الصبح؟ يا جماعة كونوا من الشاكرين.